سيدي السلام عليكم. رانا تقريبا في الغرب الشمالي نتاع جبل الأخضر. هذا المكان الجميل، هاد الشجيرات، الجبوج والعرعار، هذه شجرة الطاقة، هذه هي شجرة الطاقة. والبلوط، شجر البلوط. أنا في واحد المكان سيدي خاص وجميل، معلمة تاريخية، مكان خاص كيديروا فيه غير الجديان، الجديان الصغار كيديروه هنا. وهنايا الشياح الكبار تبارك الله، النعاش، النعاش والعيش. شوفوا تبارك الله المتسع، هونغار كبير هذا تبارك الله. هاد المستودعات تواقيلا فيه منجل، هذه غرفة فوقانية، هذا حتى ندير له اكتشاف هذا المكان الخاص. هو يبان ليا دايرين له حضرة وتهدينا، ندير له اكتشاف. هذا خلى العائلة عرب، المهم نشوفوا القصة ديالها واش تاهي. شوفوا تبارك الله شحال تمشاو، يعني واحد 600 ولا 700 راس تاع غنم تهزها. المهم المستودعات على الجهة. أنتم الصغير تحف ونحتوى، هكاك أنتم غادي يخرج لنا شي واحد يلعب علينا. هذا مكان خاص بالإنسان، إنسان ضعيف. هانتوما سيدي، هانتوما سيدي، هانتوما سيدي، هانتوما، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، هانتوما سيدي، إنسان ضعيف هو كان اللي يبغي هاد الحويجات. المهم ها البرقة، كاين شوية ديال هاد الأدوات اللي يبغي. ما شاء الله، ما شاء الله. المهم تبارك الله اكبر كهف شتفنا في هذه المنطقه نتاع جبل الاخضر، اللي تقريبا كيتجاوز 300 متر متر مربع. ايوا الحمد لله، نطلب الله تعالى يوفقنا لصالح الاعمال. 1989،
الحمد لله.